السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ازيكم يا بنات؟ أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير، ربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله الدرس القاعدة بتاع النهاردة بيتكلم على present and past necessity. طبعا present اللي هو مضارع، past ماضي، necessity معناها ضرورة. يبقى أنا كده بتكلم على ضرورة في المضارع وضرورة في الماضي. and lack of necessity، يعني إيه كلمة lack of؟ lack of دي كده معناها عدم. طب necessity ضرورة، يبقى عدم ضرورة كمان في ال present أو في ال past. تعالى كده نفصص الكلام ده كده مع بعض. أول حاجة expressing a necessity في ال present، يعني إيه يا مستر expressing a necessity في ال present؟ يعني من الآخر كده عايز أقول كده من الضروري إن حاجة تحصل، يعني لازم إن حاجة تحصل في ال present اللي هو المضارع. طيب الكلام ده بقوله إزاي؟ بنقول كده it's important ضروري، it's necessary ضروري، obligatory ضروري، essential ضروري، كل ده كده معناه ضروري أو أساسي. for someone to plus infinitive، خلي بالك بقى لو في عندك someone يعني اسم شخص أو ضمير مفعول زي مثلا كلمة him، كلمة her، كلمة مثلا us، كلمة them وما شابه، هيبقى محتاج كلمة for. طب لو مفيش عندنا شخص أو أي ضمير من ضمائر الأوبجكت اللي هي المفعول كده، يبقى أنا مش محتاج فور والشخص، يبقى أنا فقط محتاج تو بلس إنفينيتيف. مثال It's important for Nader space today's meeting، من الضروري لنادر إيه اجتماع النهاردة. أدي كلمة it، أدي is، أدي important، أدي فور علشان في شخص. طب يبقى أنا مستر بقى محتاج attend ولا to attending ولا to attend ولا attend بشكل مباشر يا مستر، ادي فور وشخص، يبقى انا محتاج to plus infinitive. طبعا attend دي كده اللي معناها يحضر، يبقى من الضروري اللي نادر ان هو يحضر الاجتماع بتاع النهارده. طيب رقم اتنين او الطريقه الثانيه ان احنا بنقول it's a must او it's a necessity. ثانيه واحده كده يا مستر بعد اذنك، احنا بنقول necessary وبنقول necessity، وهل في فرق ما بين الاثنين؟ اه طبعا في فرق ما بين الاثنين. الفرق كالتالي، إن أولا كلمة necessary دي adjective، طبعا adjective دي اللي هي معناها صفة، أما كلمة necessity ده كده noun اللي هو اسم. طب احنا عارفين إن دائما النونز بجيب قدامها يا إما آ يا إما آن، فطبعا necessity ده بدء بصوت ساكن، يبقى هنقول كده necessity. يبقى دائما أقول كده it's a necessity. طب إيه يا مستر a must دي؟ ده احنا أساسا عارفين إن كلمة must معناها يجب. نقول بقى ان كلمة must دي بتساوي كلمة necessity، يعني بستخدمها كنون هي كمان واقول قدامها a، يبقى اقول كده it's a must او it's a necessity معناها كده من الضروري. انما necessary دي adjective، يبقى انا مش محتاج معاها لا a ولا an. طيب it is a space for Nader to attend today's meeting، وقال لي اختار كده يا مستر a necessary must necessity a must. اوعى تنسى بقى necessary دي adjective، وما ينفعش الادجكتيف يا مستر اجيب معاها a او an في الحاله دي، يبقى دي غلط. طيب must ما ينفعش اقول it is يعني فعل وفي كلمه must فعل هي كمان، يبقى دي كده اجابه خاطئه. it's necessity، necessity يا مستر ده اسم، يبقى لازم اجيب قبلها a، يبقى دي غلط، يبقى الاجابه رقم دي it is a must. يبقى it's a must بتساوي it's a necessity بتساوي it's necessary أو important وهكذا. طيب كلمة must أساسا احنا عارفين طبعا هي معناها يجب. طيب مالها يا مستر؟ أول حاجة على كلمة must إن أنا دايما بجيب بعديها الانفينيتيف فقط، والانفينيتيف ده طبعا اللي هو المصدر، يعني بدون s بدون ing بدون ed بدون to، يبقى must plus infinitive فقط. يبقى ما ينفعش اقول لك must to plus infinitive، دي كده خطأ. ليه؟ لان must بجيب بعديها الانفينيتيف على طول. طيب I must space this book، I must read to read reading to reading، must يا مستر بجيب بعديها الانفينيتيف، يبقى انا محتاج read فقط. طيب must plus p plus pp، ايه مستر must plus p plus pp دي؟ خلينا نقول هنا كده ان احنا عندنا must plus infinitive دائما الكلام ده بستخدمه في حالة الاكتف. يعني ايه اكتف؟ يعني مبني للمعلوم. طب يعني ايه مبني للمعلوم؟ يعني الفاعل بتاعك موجود. يبقى must plus infinitive ده كده في حالة الاكتف اللي هو طبعا مبني للمعلوم، يعني الفاعل بتاعك موجود. اي انا، يبقى ده كده انا كده الفاعل، يبقى انا يجب ان اقرأ هذا الكتاب. إنما must be plus pp الكلام ده كده بستخدمه في حالة ال passive، وطبعا احنا عارفين إن ال passive ده اللي هو المبني للمجهول.
يعني ايه مبني المجهول؟ يعني انا ببدأ بالمفعول او بالحاجة اللي بيقع عليها الحدث. طب مثال this book space، هذا الكتاب read معناه يقرأ. يا ترى هقول لك هذا الكتاب يجب ان يقرأ ولا يجب ان يقرأ؟ اكيد يجب ان يقرأ، يبقى ما ينفعش اقول must read خالص. must be reading ده be، لازم اجيب بعدها توصيف رقم 3، يبقى دي غلط. must be read هي دي الإجابة الصحيحة، علشان must و be وتصريف رقم 3. طب must to أساسا دي غلط، علشان must ما ينفعش أجيب بعديها to. طيب يبقى عندنا كلمة must plus infinitive، الكلام ده لو مبني للمعلوم يعني الفعل موجود. must be وال be لو الكلام ده كده في حالة الباسيف اللي هو المبني للمجهول. طيب لما احب اعمل سؤال على الكلام ده كده بنقدم طبعا كلمه must على السبجكت بتاعك، يبقى must والسبجكت والانفينيتيف. طيب تعالى كده نبص على طبعا must هنا كانت في الاول يبقى معناها هل. طيب يا ترى لما احب اعمل سؤال بقى باداه استفهام، يعني مثلا كلمه when، كلمه where، كلمه how وهكذا، يبقى اداه الاستفهام وعندك must وعندنا subject اللي هو طبعا الفاعل بتاع الجمله، وبعد الفاعل لازم استخدم الانفينيتيف فقط. طيب تعالى كده ناخد سؤال على الكلام ده، نمسح بس الحته اللي احنا كتبناها هنا دي كده علشان يبقى الكلام باين بس. What space to achieve your goals in life؟ في عندك هنا question mark يعني علامه استفهام في الاخر، يبقى ما ينفعش اقول لك what you. طيب what must ماشي، what must ماشي، what must ماشي، الثلاثة جايب هنا كلمة must بعد أداة الاستفهام. طيب what must you do، أدي must وأدي الفاعل وأدي الانفينيتيف، يبقى هذه الإجابة الصحيحة. طب رقم سي what must you to do، must ما ينفعش أجيب بعديها to، يبقى دي غلط. طب what must do you، ده المفروض إن أنا أجيب you ما بين كلمة must وما بين الانفينيتيف، يبقى دي رقم أو دي إجابة خطأ، يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي رقم B. طيب امتى يا مستر بنستخدم كلمة must او استخدامات كلمة must؟ اول حاجة لما نتكلم على internal obligation. يعني ايه internal obligation؟ يعني ضرورة داخلية. يعني ايه ضرورة داخلية؟ يعني حاجة طالعة كده من داخل الفرد. يعني ايه يا مستر من داخل الفرد؟ يعني من الاخر مفيش شخص او مؤسسة او حد اعلى مني سلطة بيفرض علي حاجة، او الموقف اللي انا فيه بيتفرض علي او بيفرض علي حاجة معينة. لا، دي حاجة من جوايا انا، عملتها ماشي، ما عملتهاش خلاص، ما فيش ضرر ولا في عتاب ولا كلام الكلام ده كله. I must buy my brother a present on his birthday. أنا لازم أشتري هدية لأخويا في عيد ميلاده، ما فيش قانون بيفرض عليا الكلام ده كله. طيب يعني لو ما اشتريتش لأخويا هدية خلاص، يعني ما فيش مشاكل. طيب رقم 2 strong advice، يعني نصيحة قوية. يعني مثلا نصيحة قوية، مثلا كده ايه، دكتور هينصح واحد حاجة لازم انها تحصل ولو ما حصلتش يبقى يحصل له ضرر. يعني مثلا you must stop smoking، لابد ان تتوقف عن التدخين. or دي معناها وإلا، your lungs will be destroyed completely، وإلا الرئتين بتاعتك، destroy طبعا معناها يدمر، وإلا الرئتين هيتم تدميرهم completely بشكل يعني تام. يبقى ده كده نصيحة قوية، يبقى في الحالة ده كده أدي must وبعديها الانفينيتيف. طب رقم 3 warm invitation، طبعا warm invitation يبقى دي كده معناها دعوة حارة، يعني واحد صاحبك كده بيدعيك مثلا يعني حفلة يعني زفاف ولا عيد ميلاد أخته، فأنت في الحالة ده كده لازم إنك تلبي الإيه الدعوة. recommendation معناها توصية، يعني مثلا واحد بيوصيك بحاجة مهمة أوي هتنفعك أو هتفيدك أو يبقى في الحالة ده كده نستخدم كلمة must. مثال you must come round and have my mother's cake it is delicious. طبعا come round دي كده بمعنى يجي زور، انت لازم تيجي تزورنا وتتناول الكيكة بتاعت والدتي. it's delicious طبعا delicious دي كده معناها لذيذ او شهي، يبقى انا كده بعمل لك invitation او انا بدعيك. طيب مثال تاني this is an exciting book، الكتاب ده exciting رائع. You must read it، لازم انك تقراه، يبقى انا كده بعمل لك recommendation توصية. طب استخدام رقم 4 general rules and laws always written، لما نتكلم عن القوانين العامة، ودائما في الحالة ديت كده القوانين دي بتكون قوانين مكتوبة، يعني كل الناس المفروض ان هي بتتبع الكلام ده كده. Students must wear the school uniform، اول مثلا ما تدخل اي مدرسة كده بيبقى في قواعد كده مكتوبة على النوتس بورد كده لوحة الاعلانات،
يجب على الطلاب ارتداء الزي المدرسي، ففي الحالة ديت كده students must wear the school uniform. طب رقم خمسة، لما اتكلم على disapproval، disapproval دي كده معناها عدم استحسان، عدم استحسان شيء او عدم الموافقة على شيء او لوم، انا بلوم واحد على حاجة معينة. يعني مثلا why must you shout at me in front of people، مثلا واحد دايما بيزعقلك قدام الناس، فانت بتقول يعني انت ليه كل شوية بتزعقني قدام الناس، يبقى انا كده بستنكر الايه الحدث بتاعه، انا بلوم عليه، انا بعتب عليه. يبقى في الحالة ديت كده ادي why، ادي must، وعندك السبجكت، وعندنا الانفينيتيف. يبقى كلمة must بستخدمها عشان اتكلم على ضرورة داخل الفرد، او ضرورة داخلية، يعني حاجة طالعة من جواه مفيش حد بيفرض عليه. strong advice، نصيحة قوية. warm invitation، دعوة من صديق مثلا مقرب. recommendation بمعنى توصية، يبقى انا بوصيك بحاجة هتنفعك او هتفيدك. general rules and laws، القواعد والقوانين العامة اللي دايما بتكون مكتوبة لما اتكلم على disapproval، لوم او عدم استحسان او عدم الموافقة على شيء. طيب النيجيشن بتاع كلمة must، يعني النفي بتاع كلمة must اللي هو كلمة must not. طب كلمة must not اكيد هنجيب بعدها الانفينيتيف المصدر. طب must not دي يا مستر دي كده معناها ايه بقى؟ معناها كده لا يجب، يعني اقول لك ما ينفعش ان حاجة تحصل. طب في الحالة ديت كده يبقى انا كده بتكلم على نصيحة قوية، انا هديك نصيحة قوية، يعني اقول لك مثلا كده you mustn't smoke here، لا يجب عليك انك مثلا تدخن في هذا المنطقة، او مثلا you mustn't eat this food، لا يجب عليك انك تأكل هذا الايه الطعام. يبقى ده كده نصيحة قوية، مثلا الاكل بايظ او ايا كان. طب رقم اتنين على كلمة must not، ان انا بستخدمها كده عشان اتكلم على تحريم، يعني اقول لك الحاجة بتاعتك محرم، ما ينفعش ان هي تحصل. وفي الحالة ديت كده كلمة mustn't بتساوي it isn't allowed، allow معناها مسموح، it isn't allowed يبقى غير مسموح. permit بمعنى يسمح، يبقى لما اقول لك it isn't permitted معناها غير مسموح. بتساوي it's banned، ban معناها يحرم، لما اقول لك بقى it's banned انه يكون محرم. prohibit بمعنى نفس الفكرة، يحرم، it's prohibited يبقى محرم. forbidden تصف رقم 3 من forbid بمعنى يمنع، يبقى بمعنى انه يكون ممنوع. كل الكلام ده كده بيساوي it's against the law، طبعا احنا عارفون law ده اللي هو القانون، و against ضد يبقى ضد القانون، او it is illegal، طبعا illegal معناها غير قانوني، يبقى الحاجة دي كده غير قانونية. يبقى كل التعبيرات دي كده اول ما اشوفها يبقى انا مباشرة محتاج كلمة must not، علشان بقول ان الحاجة بتاعتك محرم ان هي تحصل. طيب مثلا you space here it isn't allowed، ادي it isn't allowed غير مسموح، يبقى انت ايه هنا you must park، انت يجب انك تركن هنا، ده غير مسموح، اجابة خاطئة. you mustn't park، انت لا يجب عليك انك تركن هنا، اجابة صحيحة. you mustn't to، mustn't ما ينفعش اجيب بعديها to، بجيب الانفينيتيف فقط. shouldn't park، طبعا اوعى تقول لي ان shouldn't معناها لا يجب، بس shouldn't دي بستخدمها في حالة الادفايس، نصيحة، يعني عملت ماشي، ما عملتش خلاص مفيش ضرر هيحصل، انما انا هنا بقول لك كده it isn't allowed، غير مسموح ليك، يبقى ده كده تحريم او منع، يبقى must not. طيب السؤال هو بيقول a driver must space a driving license، طبعا احنا عارفين ان كلمة license دي كده ليها معناها رخصة، فالسؤال بتاعنا السواق يجب ايه رخصة قيادة. عارفين طبعا يا مستر ان كلمة must دي لازم يجب بعدها الانفينيتيف المصدر، وبالتالي هستبعد اول واحدة علشان فيها اس، وطبعا انفينيتيف بدون اي اضافات، لا اس ولا اي دي ولا اي ان جي. هستبعد رقم بي علشان فيه تو، ومصر بجيب بعدها انفينيتيف بدون تو. هستبعد رقم دي علشان دي فيها اي ان جي، يبقى الاجابة بتاعتنا رقم سي. وان طبعا وان معناها المرء او الانسان، سبيس اوباي ذا لو، طبعا كلمة اوباي دي كده معناها يطيع، يبقى الإنسان يجب أن يطيع القانون، يبقى أنا هستبعد mustn't اللي معناها لا يجب، هستبعد must be، ليه يا مستر هستبعد must be؟ لأن دايما كلمة be دي بجيب بعدها ال be التصريف رقم 3، أو إن كلمة be بجيب بعدها verb plus ing، وإحنا هنا عندنا infinitive، يبقى دي غلط، ونفس الفكرة رقم دي برضو غلط عشان في كلمة be، يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي أول واحدة. طيب one space break the law، طبعا كلمة break بقى معناها يخالف، يبقى الإنسان يخالف القانون، يبقى أنا أكيد مستر أقول كده لا يجب أن يخالف القانون، يبقى أنا أستبعد A وأستبعد C،
نفس الفكرة استبعد دي علشان في عندنا بي واحنا عندنا الانفينيتيف، يبقى على طول هستخدم يا اما ماست يا اما ماسنت، طبعا ماسنت علشان المعنى بتاع الجملة. السؤال رقم 4 بيقول the law القانون space broken. هنا المرة دي بدأنا بكلمة law، law طبعا ده اللي هو القانون، يبقى أكيد أنا هقول هنا القانون لا يجب أن يخالف، يبقى معنى كده يا مستر إن الجملة بتاعتنا دي كده passive، وإحنا عارفين طبعا لما نقول passive إن هو ده المبني للمجهول، اللي دايما ببدأ فيه بالobject المفعول، بستخدم أحد أشكال verb to be على حسب الزمن بتاعك، وبعد verb to be بنستخدم التصريف رقم 3. وبالتالي عندنا broken هنا يا مستر ده تصريف رقم 3، يبقى ناقص verb to be، يبقى أنا هستبعد الأولى وهستبعد الثانية. يبقى عندنا إما must be إما mustn't be. طبعا القانون لا يجب أن يخالف، يبقى أكيد نفي، يبقى أنا عايز رقم دي. طيب اللي بعديها بقى the law القانون space followed، طبعا follow بمعنى يتبع، يبقى أكيد المرة دي هقولك القانون يجب أن يتبع، وده برضو passive عشان فيه تصريف رقم 3، يبقى أنا أكيد هستبعد الأولى وهستبعد الثانية. يبقى عندنا إما must be يا إما mustn't be، يبقى القانون يجب أن يتبع، يبقى هنستخدم اللي هي الإجابة رقم C وهنستبعد رقم D علشان المعنى بتاع الجملة بتاعتنا. طيب رقم 6 defending homeland الدفاع عن الوطن is a، خلي بالنا أوي من كلمة a دي، طبعا a دي أكيد يا مستر بنجيب بعديها noun اللي هو الاسم. طيب عندنا كلمة must يا مستر معناها يجب، خلي بالك لما أقول لك يجب ده verb. طيب ناخد بقى الحتة دي ان كلمة must ينفع استخدمها كنون بمعنى ضرورة، يبقى كلمة must دي غير ان هي تستخدم كفرب ينفع استخدمها كنون بمعنى ضرورة، بتساوي رقم C necessity، يبقى معنى كده الاجابة بتاعتنا اللي هي رقم A ورقم D. طيب يبقى تاني الحتة دي كده عندنا كلمة A دي طبعا عارفين A وN لازم يجيب بعدهم نون اسم، طب الاسم اللي هو كلمة must وكلمة must تستخدم كنون بمعنى ضرورة بتساوي كلمة necessity. طب انما كلمة necessary يا مستر، necessary ده adjective صفة، كنت اختارها امتى؟ لو ما كانش فيه يعني قلت defending homeland is necessary على طول يكون ضروري بدون استخدام ليه؟ لان necessary دي كده adjective صفة. In the past في الماضي، طبعا ما دام في الماضي يبقى انا اكيد بتكلم في الماضي، يبقى انا محتاج ايوه محتاج تصريف رقم 2. طيب الماضي بتاع كلمه must اللي هو had to على طول، يبقى الباست من كلمه must اللي هي had to، اللي هي بقى معناها ايه بقى had to؟ يعني معناها كان او يعني كان من الضروري ان يفعل شيء، يعني واحد عمل حاجه علشان كان ضروري ان هي تحصل، يبقى انا طبعا هستبعد A وهستبعد رقم B. يبقى عندنا had to وعندنا had، احنا لسه بنقول لازم يستر had يبقى في بعديها to، يبقى انا هستبعد رقم D، يبقى انا محتاج رقم C. يبقى had to ده كده معناها it was necessary، يعني كان من الضروري فعل شيء في الماضي، يبقى كان من الضروري فعل شيء في الماضي وبالتالي الحاجة بتاعتنا حصلت. يبقى مثلا اقول لك يسترداي امبارح I had to take a taxi، أنا اضطريت إن أنا آخذ تاكسي علشان the car broke down العربية بتعطل، يبقى had to معناها اضطر إلى فعل شيء في الماضي. من test 2 a visitor to a hospital space smoke it's banned، طبعا الزائر إلى المستشفى smoke معناها يدخن it's banned، طبعا banned دي كده معناها محرم، يبقى الحاجة بتاعتك ما ينفعش إن هي تحصل، انا هستبعد رقم A وهستبعد رقم C عشان اتنين معناهم يجب. احنا عندنا مستر يا اما should يا اما mustn't اللي هي معناها لا يجب، و shouldn't معناها لا يجب. طب shouldn't دي بستخدمها كده في حالة الادفايس النصيحة، انما ده هنا كده ده تحريم منع، ولما اقول عن حاجة تحريم يبقى ما ينفعش استخدم shouldn't، يبقى نستخدم mustn't. A visitor to a hospital space stop smoking there it's banned، المرة دي بقى زائر إلى المستشفى stop معناها يتوقف عن التدخين هناك علشان الكلام ده محرم، يبقى نفس الفكرة هستبعد should وهستبعد shouldn't. يبقى احنا عندنا إما must stop يجب أن يتوقف ولا mustn't stop لا يجب أن يتوقف، طبعا المعنى بتاع الجملة بتاعنا بيخليني استبعد رقم B وبالتالي طبعا هنستخدم A، يبقى يجب أن يتوقف عن التدخين هناك. You must come and have dinner with me، لابد أن تأتي وتتناول الدينر معايا. This is طبعا لما أقول لك you must come أنت لازم تاجي تزورني في البيت، يبقى في الحالة ده هي كده أنا الكلام ده بيعبر عن إيه؟
must بمعنى ضرورة، طبعا مش ضرورة انك تاجي وتتناول معايا الطعام في البيت. necessity كلمة must بتساوي كلمة necessity، الاتنين بنستخدمهم في حالة الضرورة، يبقى الاتنين بيساوي بعض، يبقى الاتنين غلط. suggestion اقتراح، ده مش اقتراح. في حالة الاقتراح بنستخدم مثلا كلمة let's، كلمة what about، كلمة how about، ولك مثلا you could، ده كده suggestion. طيب انما الكلام ده بيعبر عن warm invitation اللي هو دعوة. يبقى من ضمن استخدامات كلمة must ان احنا بنستخدمها علشان نتكلم عن invitation اللي هو الدعوة. رقم 4 you space stop taking this medicine until I tell you to do so. سيد دكتور مصطفى، دكتور مصطفى بيقول انت تتوقف عن اخذ هذا الدواء يعني لغاية لما اقول لك. يبقى معنى كده اقول لك انت يجب ان تتوقف ولا لا يجب؟ اكيد لا يجب ان تتوقف يا مستر. يبقى انا هستبعد رقم A واستبعد رقم B. هستبعد B طبعا علشان معناها يجب ان تتوقف. طيب band هنا طبعا ده اساسا ده فيه تصريف رقم 2 ورقم 3، وطبعا هنا كده ما ينفعش خالص، لازم يبقى في قبلها verb to be، يبقى دي كده غلط. طيب يبقى احنا عندنا يا مستر يا اما كلمه mustn't يا اما كلمه don't have to. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ احنا هنستخدم كلمه mustn't علشان كلمه mustn't بنستخدمها علشان نتكلم عن تحريم، بقول لك الحاجه دي محرم انها تحصل، او بنستخدمها علشان نتكلم على strong advice، نصيحه قويه. فالدكتور هنا بيقول اوعى تاخد الدواء ده، كده يبقى نصيحه قويه، يعني لو انت توقفت عن الدواء يبقى هيترتب عليها ضرر. طب امال كلمه don't have to يا مستر دي معناها ايه؟ don't have to طبعا don't او doesn't have to بتساوي don't او doesn't need، وبرضه هنجيب بعديها to بيساوي كلمه needn't مباشره، والثلاثه دول كده بنجيب بعديهم الانفينيتيف على طول، يبقى بلس انفينيتيف اللي هو المصدر. يبقى الثلاثه دول كده زائد انفينيتيف مصدر. ونخلي بالنا don't او doesn't have لازم في معاهم to، don't او doesn't need لازم في معاهم to، انما needn't بنجيب بعديها الانفينيتيف على طول. الكلام ده كمان بيساوي عندك كلمه haven't او hasn't got to، وبرده هيكون في بعديها الانفينيتيف. طب يا مستر شويه دول كده بنستخدمهم ليه بقى؟ كل الكلام ده بنستخدمه عشان نتكلم عن lack of necessity. يعني ايه lack of necessity؟ يعني عدم ضروره، يعني عملت ماشي، ما عملتش خلاص مفيش مشاكل، مفيش ضرر هيحصل. طبعا هنا المعنى بتاع الجمله لا، ما ينفعش انك تتوقف، يبقى ده كده ما اقولش ان ده عدم ضروره، يبقى طبعا هنستخدم كلمه محسنت. رقم 5 in an open book examination، في طبعا الامتحان اللي هو بيبقى open book يعني انت بيبقى مسموح ليك انك تستخدم الكتاب. it is انه يكون e to use your school book، انك تستخدم كتاب المدرسه. it's legal معناها قانوني انك تستخدم كتاب المدرسه. illegal معناها غير قانوني. a must ضروره. prohibited طبعا بمعنى محرم، يبقى اكيد هستبعد دي وهستبعد رقم سي a must علشان مش ضروره، لا خلي واحد مش عايز يستخدمه، يبقى كده مفيش مشاكل، يبقى مصر دي غلط. الليجل غير قانوني انك تستخدم، لا طبعا، يبقى الاجابه رقم A اللي هي ليجل، يبقى قانوني يعني مسموح ليك انك تستخدمه. having got a red card in the last match، بعد الحصول على كارت احمر في اخر مباراه، you are انت ايه from taking part in the tomorrow's match، انت ايه انك يعني هتشارك في المباراه بتاعه بكره. طبعا وحصل على كارت احمر يبقى اكيد يعني لن يشارك في المباراة، يبقى غير مسموح له أن يشارك في المباراة. طب permitted دي كده بمعنى مسموح، أقول لك أنت مسموح أنك تشارك، طبعا غلط. banned بمعنى ممنوع من المشاركة. obliged طبعا دي كده معناها مضطر، ودايما بنجيب بعديها كده to، obliged to plus infinitive. license بمعنى مرخص ليك، يبقى اكيد دي غلط، واكيد obliged بنجيب بعديها to plus infinitive فدي طبعا غلط، يبقى الاجابه بتاعتنا رقم B اللي هي banned، يبقى انت ممنوع من المشاركه في المباراه بتاعت بكره. must you wear this white suit for the funeral؟ this question shows نقط. طيب طبعا كلمه must هنا جايه في الاول علشان ده كده سؤال، فمن ضمن استخدامات كلمه must لما اجيبها في السؤال بالشكل ده، طبعا الجمله معناها هل يجب عليك انك تلبس بدلة بيضة للجنازة؟ يعني كأني بقول لك كده خلاص انت ما لقيتش في الدولاب بتاعك اي لبس خالص غير بدلة بيضة علشان تلبسها الجنازة،
يبقى الكلام ده كده بيعبر عن ايه؟ permission، اذن، بيعبر عن banning، تحريم، بيعبر عن approval، موافقة او استحسان لعمل شيء، بيعبر عن disapproval، معناها عدم استحسان شيء. يبقى اكيد يا مستر الكلام ده طبعا بيعبر عن عدم استحسان. يبقى كلمة must بستخدمها كده في السؤال بشكل زي ده كده، يبقى دي كده بتعبر عن disapproval، عدم استحسان او عدم موافقة على حدوث شيء. طيب الحاجة التانية ان احنا عندنا كلمة have to، طبعا have ده كده اللي هو الانفينيتيف، لما احب اصرفها طبعا بنقول have او has. والفرق ما بين كلمة have او has حاجتين، طبعا من ناحية القاعدة ان have او has لازم يبقى في بعديهم to، وبعد to يبقى في عندنا الانفينيتيف. اما كلمة must يا مستر، طبعا must دي بنجيب بعديها الانفينيتيف فقط، يبقى مفيش عندنا to. طب خلينا نقول ملاحظة بس بسيطة، ان الباست بتاع الاثنين، الماضي بتاع الاثنين اللي هو had to، كلمة واحدة بس، يبقى الباست بتاع الاثنين had to، يعني بتساوي كده it was necessary، كان من الضروري ان شخص يفعل ايه؟ يفعل شيء. طيب يا ترى ما نحب نصرف كلمة have في present؟ طبعا في present يبقى احنا عندنا اما have يا اما has، وطبعا الاثنين هنجيب بعدهم to، وبعد to هنجيب الانفينيتيف. have يا مستر بتاخد I وبتاخد you وبتاخد we وكمان بتاخد كلمة they، أو طبعا أي اسم plural جمع، إنما كلمة has بتاخد he وبتاخد she وطبعا it أو أي اسم بيكون singular مفرد. طيب طبعا كلمة need برضو بمعنى يحتاج أو needs، يعني تحط فيها اس طبعا لو subject he أو she أو it. المهم إن التلاتة دول كده لازم يبقى في معاهم to، وبعد to يبقى عندنا الانفينيتيف. طيب بس نخلي بالنا كده علشان الكلام ده كده بيكون يعني have أو has to plus infinitive، الكلام ده لو بيكون في حالة الأكتف. طبعا أكتف يعني إيه بقى؟ زي ما قلنا يعني مبني للمعلوم. يعني إيه مبني للمعلوم؟ يعني الفاعل بتاعك موجود. طب يا ترى يا مستر لما أحب أستخدمهم في الباسيف؟ لا، في الباسيف بقى يبقى في عندنا have أو has، هنجيب بعديهم to، وبعد to هنجيب كلمة be، وبعد كده التصريف رقم 3. يبقى الكلام ده كده هيكون في حالة الباسيف طبعا اللي هو المبني للمجهول. طيب خلينا نقول برضو ملاحظة على الكلام ده كده اللي هو ايه؟ ان احنا عندنا كلمة have او has to plus infinitive بيساوي حاجتين مهمين جدا. ايه بقى؟ بيساوي كلمة have got to plus infinitive او has got to plus infinitive، نفس المعنى بتاعه اللي هي برضو معناه يجب. كل الكلام ده كده معناه يجب، وطبعا كل الكلام ده كده في حالة present اللي هو المضارع، والpost بتاع كل الكلام ده اللي هي كلمة واحدة اللي هي كلمة had to. طب تعالى نحل كده مع بعض. she space the papers they are very hungry، طبعا she معناها هي، feed معناها يطعم، يبقى هي ايه؟ تطعم الاولاد ده هم جعانين جدا، يبقى يجب. خلينا نستبعد شي مش بتاخد هاف، يبقى A غلط و C غلط، يبقى she has to feed ولا has to be fed؟ طبعا هي يجب أن تطعم، يبقى الكلام ده كده active مبني للمعلوم، يبقى she has to feed. طب has to be fed طبعا ده كده passive مبني للمجهول، يبقى طبعا هي ده الفاعل. طب the babies الأطفال الرضع إيه بقى؟ طبعا feed يطعم، أكيد مش أقولك الأطفال الرضع يجب أن يطعموا، ولكن يجب أن يطعموا، يبقى ده passive مبني للمجهول. خلينا نستبعد الأول، أنا أستبعد B وأستبعد D. ليه؟ لأن البيبس ده جمع، والجمع ما ينفعش ياخد هاس، يبقى the babies have to feed طبعا دي غلط. ليه؟ لأن ده مبني للمعلوم، إنما إحنا محتاجين بقى have to be fed، ده كده اللي هو الpassive المبني للمجهول، يبقى الأطفال يجب أن يطعموا، دول هم جعانين جدا. حامد space get up early or he will miss the school bus، حامد يستيقظ مبكرا وإلا الأوتوبيس هيفوته. طيب حامد has got دي غلط. ليه يا مستر؟ علشان has got لازم في بعدها to plus infinitive، وهنا ما فيش to. حامد has got to إجابة صحيحة. ليه؟ علشان أدي has got to اللي بتساوي has to plus infinitive، حامد ما ينفعش ياخد هاف، يبقى دي غلط. must to must بجيب بعدها الانفينيتيف، فما ينفعش ان انا اقول لك must to، يبقى have او has to plus infinitive في حاله الاكتف، have او has to be والتصريف رقم 3 في حاله الباسيف، وطبعا الكلام ده بيساوي have او has got to والانفينيتيف. طبعا كل الباست بتاع كل الكلام ده اللي هي كلمه واحده اللي هي had to. طيب خلينا
نبص كده على حاجة تانية كده، وهي expressing a necessity بس فين؟ في البوست. يعني يا ترى لما اتكلم على ضرورة بس في البوست يا مستر، يبقى انا هجيب البوست بتاع كل حاجة. احنا قلنا هناك it is، طب البوست بتاع is اللي هي was، يبقى it was necessary important obligatory وهكذا for و someone to plus infinitive. الكلام ده كده بيساوي كلمة had to plus infinitive، واحنا لسه قايلين هناك دلوقتي ان البوست بتاع كلمة must و have او has to او have او has got to كلمة واحدة اللي هي had to، وده كده معناها كان ضروري لشخص ان هو يفعل شيء، او شخص اضطر الى فعل شيء في الماضي لان ده كان ضرورة ان هو يعمل حاجة دي. مثال the car broke down، طبعا broke down مستر ده تصريف رقم 2 بقى الكلام في البوست. so we يبقى انا مش عايز have، مش عايز will، مش عايز must، يبقى انا عايز had to بس. ليه؟ علشان السيارة تعطلت وبالتالي احنا اضطرينا ان احنا نجد ميكانيكي، يبقى الوحيدة فيهم الباست اللي هي كلمة had to. طيب ونفس الفكرة had to الكلام ده لو في الاكتف، لو في حالة الباسف يبقى هنقول had to be، وطبعا بعد كده يبقى في عندك التوصيف رقم 3. طيب expressing a necessity في future، لما جه اتكلم عن ضرورة بس في future طبعا اللي هو المستقبل، ممكن نستخدم بقى اكتر من حاجة. ممكن اقول لك will have to، صح، ممكن اقول لك must plus infinitive، ممكن نقول have او has to plus infinitive، have او has got to plus infinitive، كل الكلام ده صح خالص بدون اي مشاكل. يعني we will have to go to the airport tomorrow، احنا هنضطر ان احنا نذهب الى المطار غدا. ينفع اقول لك we have to، وينفع اقول لك we must go to the airport tomorrow، كل الكلام ده كده صح بدون اي مشاكل. طيب تعال نبص على حاجة بعد كده، لما اتكلم على lack of necessity، وطبعا لما قلنا بقى lack of necessity كده معناها عدم ضرورة، ولما نقول بقى عدم ضرورة يعني معنى كده ان الحاجة مش ضروري انها تحصل، حصلت ماشي، ما حصلتش مفيش ضرر هيترتب على الكلام ده. علشان احنا قلنا كلمة must not دي بتاعت نصيحة قوية، يعني ما ينفعش انك تعمل الكلام ده، او بقول تحريم يبقى ده كده الحاجة محرمة، ولو اتعملت هيبقى فيه مخالفة وهيبقى فيه عقاب. طيب ازاي يا مستر بنتكلم على عدم ضرورة؟ يعني ازاي اقول بقى ان حاجة مش ضروري انها تحصل في البريزنت؟ اكتر من طريق. الطريقة رقم واحد ان احنا نقول كده needn't، ولاحظ بقى needn't تجيب بعديها infinitive فقط، يبقى معنى ليس من الضروري. don't او doesn't need to plus infinitive، يبقى needn't والinfinitive بتساوي don't او doesn't need to والinfinitive. وطبعا عارفين ان كلمة don't دي كده بتاخد I وبتاخد you وبتاخد we وبتاخد they، انما طبعا كلمة doesn't يا مستر دي اكيد بتاخد he وshe وit وطبعا المفرد. يبقى عندنا needn't، المهم ان انا اجيب بعدها infinitive فقط، بتساوي don't او doesn't need to plus infinitive، هيساوي don't او doesn't have to plus infinitive، هيساوي haven't او hasn't، بس haven't او hasn't لازم في بعدهم كلمة got و to والinfinitive. مثال لما اقول لك كده tomorrow is a holiday، بكرة اجازة، so وبالتالي you space do your homework today، بكرة اجازة، انت ايه تعمل الواجب بتاعك النهاردة؟ يبقى اكيد اقول لك مفيش داعي انك تعمل واجب النهارده. طب لو عملته هل في ضرر هيحصل؟ لا خالص، مش هتفرق كتير يعني. يبقى must not دي غلط، علشان ده كده تحريم، يعني بقول لك محرم انك تعمل واجب النهارده، او نصيحه قويه جدا، لا طبعا غلط. you hasn't to ما ينفعش اقول hasn't to، ليه؟ لان hasn't لازم يبقى في معاها كلمه got، يبقى دي غلط. don't have دي غلط، ليه؟ لان don't have لازم يبقى في معاها to. طيب needn't إجابة صحيحة، علشان needn't بنجيب بعديها الانفينيتيف. طيب يبقى لما أتكلم عن عدم ضرورة في البريزنت في المضارع، يبقى أنا أستخدم أي واحدة من دول كده بدون أي مشاكل إطلاقا. مثال تاني we have a lot of time، إحنا قدامنا وقت كتير. we space to run، إحنا إيه نجري. we needn't طبعا غلط، ليه يا مستر؟ لأن needn't بجيب بعديها الانفينيتيف فقط، إنما ده في هنا كلمة to، يبقى needn't غلط. haven't get اوعى تغلط تقول haven't هنا دي صح، لا ده دي كلمة get، انما انا محتاج كلمة got، يبقى دي اجابة خاطئة. don't have to اجابة صحيحة، ليه؟ لان ادي we don't have وعندك to infinitive. طيب mustn't دي غلط خالص، لان اساسا mustn't ما ينفعش اجيب بعديها to plus infinitive. طيب
لما اتكلم على lack of necessity يعني عدم ضرورة في الباست طبعا اللي هو الايه الماضي، ونخلي بالنا قوي بقى من الحتة دي كده عشان احنا عندنا قاعدتين في غاية الأهمية. رقم واحد اقول didn't have to والinfinitive او didn't need to plus infinitive. يبقى اولا هقول didn't عشان ده باست، هجيب بعد didn't الانفينيتيف يبقى اقول didn't have فقط، ما ينفعش اقول لك didn't has. طيب او didn't need ما ينفعش اقول لك didn't needs علشان انفينيتيف، والاثنين have او need لازم يبقى في معاهم to وبعد to يبقى في الانفينيتيف. طب دي معناها ايه يا مستر؟ معناها كده لم يفعل شيء في الماضي لانه لم يكن ضروري ان يحدث. يبقى حاجة ما كانتش ضرورية في الماضي وبالتالي لم تحدث، يبقى لم يفعل شيء في الماضي لأنه لم يكن ضروري أن يحدث. طيب مثال كده بعد إذنك يا مستر. I knew the weather would be nice. أنا كنت عارف أن الطقس كان هيبقى لطيف، يعني مثلا سمعت نشرة الأخبار فخلاص عرفت أن الجو كويس. So وبالتالي I didn't have to wear heavy clothes. وبالتالي أنا ما اضطرتش أن أنا ألبس ملابس تقيلة. يبقى هل معنى كده ان هو لبس ولا ملبسش؟ اكيد طبعا يا مستر ملبسش. ليه؟ بيقول خلاص انا كنت عارف ان الطقس كان هيبقى كويس وبالتالي انا ما اضطرتش ان انا البس ملابس جديده. وفي هنا didn't have to بتساوي didn't need to، يبقى معنى كده الجمله دي بتعني انه لم يرتدي ملابس ثقيله. طيب القاعده الثانيه needn't have والبي بي، ده كده برضو عدم ضرورة. طب ايه الفرق يا مستر ما بين didn't have او didn't need to الانفينيتيف وما بين needn't have والبي بي؟ كالتالي بقى، ان needn't have والبي بي دي كده معناها فعل شيء لم يكن ضروري ان يفعله. يبقى الفرق كالتالي، ان didn't have او didn't need to ما عملش حاجة لان هي ما كانتش ضرورية، إنما needn't have والبي بي هو عمل حاجة بالرغم إن ما كانش ضروري إن هي تحصل. مثال I have already prepared lunch، يعني مثلا والدتك بتقول أنا بالفعل جهزت الغداء. You needn't have bought these sandwiches، أنت ما كانش في داعي إنك تجيب كل السندوتشات دي. ليه؟ أنا خلاص جهزت الإيه؟ الغداء في البيت مثلا. يبقى needn't have والبي بي الجملة دي بقى معناها إيه؟ معناها هنا إيه بقى؟ إن الجملة هنا دي كده إنه أنت اشتريت سندوتشات كتير وبالتالي يعني ما كانش في داعي إن الحاجة تحصل. ليه بقى؟ لأن الأم خلاص جهزت إيه؟ الغداء. يبقى needn't have والبي بي عمل حاجة ما كانش ضروري إن هي تحصل. طيب تعالى ناخد سؤال. سهى didn't have to buy a new dress. سهى طبعا didn't have to معناها ما كانش في داعي إن هي تشتري فستان، بس الكلام ده بيعني إيه؟ It was necessary for سهى، كان ضروري لسهى ان هي to buy a dress. طبعا غلط. سهى already bought a new dress، سهى بالفعل اشترت فستان جديد. غلط. ليه؟ لان didn't have to معناها لم يفعل شيء، يعني معنى كده ان هي ما اشترتش. سهى didn't buy a new dress اجابه صحيحه، سهى لم تشتري فستان جديد. سهى will buy طبعا ده future فدي غلط خالص. لو قال لك بقى سهى ادي سهى needn't have bought a new dress، الجملة دي بقى كانت هتعني ايه بقى؟ هنا needn't have والبي بي يبقى معنى كده يا مستر ان هي اشترت بس ما كانش في داعي ان الحاجة تحصل. يبقى انا اقول بقى كده ان هنا سهى already هي بالفعل bought a new dress، هي بالفعل اشترت فستان جديد بالرغم ان ما كانش في داعي ان حاجة تحصل. يبقى بس كده didn't have او didn't need to الانفينيتيف ما عملش حاجه علشان ما كانش ضروري ان هي تحصل، انما needn't have والبي بي هو عمل حاجه بالرغم ان هي ما كانش ضروري ان هي تحصل. طيب لما نتكلم على questions بقى كده خلي بالنا من ايه بقى من الحته دي كده. لما احب اعمل سؤال يا مستر في البريزنت يعني عايز اقول كده هل من الضروري ان حاجة تحصل؟ طيب بعمل ايه بقى؟ قدامي اكتر من طريقة. الطريقة رقم واحد ان انا ابدأ الجملة بتاعتي بكلمة must، وهجيب must بعدها السبجكت الفاعل، بعد الفعل هجيب الانفينيتيف مصدر. يعني اقول كده must احمد attend the meeting، هل احمد يجب انه يحضر الاجتماع؟ هل ضروري انه يحضر الاجتماع؟ ادي must. احمد
subject attend infinitive و question mark في الآخر. الطريقة رقم 2 إن نبدأ الجملة بتاعتي بكلمة do أو does، بس ما دام بدأنا do أو does يبقى لازم أجيب subject. طب السبجكت هنا يا مستر طبعا ايا كان السبجكت، طب بعد السبجكت هجيب انفينيتيف. طب الانفينيتيف بقى يا مستر هنا هيكون ايه بقى؟ خلي بالك بقى الانفينيتيف هنا احنا عندنا قلنا هاف او هاز، طب الانفينيتيف بتاعهم اللي هو هاف تو. طبعا ما ينفعش اقول هاز، ليه؟ لان دو داز لازم انفينيتيف، الانفينيتيف من هاز او هاف او حتى هاد اللي هي كلمه هاف تو، وطبعا هاف تو هجيب بعديها الانفينيتيف. يبقى داز احمد هاف تو اتند ذا ميتنج. وطبعا تغلط تقول ان احمد ده مفرد والمفرد بياخد هاز، لا ده احمد خد الدوز وجبنا هاف علشان دو دوز لازم اجيب الانفينيتيف. الطريقه رقم 3 الكلام ده بيساوي ايه؟ ان انا ينفع ابدا الجمله بتاعتي بكلمه هاف، بس اقول كده هاف او هاز طبعا على حسب الفاعل، وهنستخدم السبجكت بتاعك بعد السبجكت لازم استخدم كلمه جوت تو وبعد كده انفينيتيف. يعني اقول هاز احمد جوت تو اتند ذا ميتنج. الطريقة رقم 4 ان انا ابدا الجمله بتاعتي بكلمه is، يعني هناك كانت it is necessary، يبقى انا المره دي هقول بقى is it necessary، يعني هتعكس بس هتقدم is على السبجكت بتاعك. is it necessary for احمد to attend the meeting؟ طيب السؤال هيجي لنا عليها بالشكل ده كده، نقط type the letter now. طيب does she must غلط، ليه؟ مفيش حاجه اسمها does she must، لو انا هقول كده اقول لك must she. طيب رقم بي has she to غلط، ليه؟ علشان يا مستر لو انا بدأت بكلمة has كنت لازم اجيب مع has والسبجكت got، يعني اقول لك has she got to، مفيش got يبقى دي غلط. does she has to غلط، ليه؟ لان does والسبجكت لازم بعد السبجكت اجيب الانفينيتيف، الانفينيتيف من has اللي هو have. does she have يبقى هي الاجابة رقم دي هي الاجابة الصحيحة. بدأ كده لما اجي اتكلم على question في البريزنت، يعني هل من الضروري ان حاجه تحصل في المضارع؟ طيب الحاجه اللي بعد كده وهي لما اتكلم على question بس في الباست، يعني اقول كده هل من الضروري ان حاجه طبعا كان انها تحصل في الباست، او هل شخص اضطر الى فعل شيء في الباست. انا اجيب الباست بتاع كل حاجه. is it يبقى الباست بتاع is was. Was it necessary for someone to plus infinitive? طيب مثال مثلا ادي was it necessary for the author to publish the معلش عفوا دي book the book last week. ادي طبعا في هنا last week يبقى الكلام في البوست، ادي was it necessary. طيب الكلام ده بيساوي the post يا مستر، يبقى انا هجيب البوست بتاع do او does اللي هي كلمة did. did والsubject وطبعا لازم اجيب الانفينيتيف، الانفينيتيف من have أو has اللي طبعا have to. يبقى طبعا الانفينيتيف من have أو has أو had اللي هي have to. يبقى did والسبجكت have to والانفينيتيف. مثال آدي did the writer have to publish the book last week. minute 3 رقية space to stay at work until 5 o'clock. طبعا رقية إنها تقعد في الشغل لغاية الساعة 5. طبعا في عندنا هنا مستر كلمة تو، يبقى انا استبعد must و mustn't، ليه؟ علشان الاثنين بجيب بعديهم الانفينيتيف على طول، واحنا في عندنا هنا تو، يبقى احنا عندنا اما هاف اما هاز. رقية مفرد، المفرد بياخد هاز ومش بياخد هاف، وطبعا هاز تو ليه بمعنى يجب. طيب طبعا هاز او هاف تو دي بقى بنستخدمها علشان نقول كده ان في حاجة مفروضة عليك من الخارج، يبقى مفروضة عليك من الخارج يعني إلزام خارجي أو الموقف نفسه بيخليك إنك مضطر إنك تعمل حاجة. يبقى هنا كده رقية اتفرض عليها مثلا من المدير بتاع الشغل إنها تقعد في العمل لغاية الساعة 5. محمد has a space his driving license. طبعا محمد إيه؟ الرخصة القيادة بتاعته. طبعا في عندنا has يبقى ما ينفعش أجيب renew، لأن has بنجيب بعد طبعا has او have، يا اما بنجيب بعديها 2 plus infinitive يا اما بنجيب بعديها التصريف رقم 3. طيب has to renew طبعا هنا في 2 وهنا في 2، طب الفرق ما بين بي يا مستر وما بين سي؟ هنا سي في عندنا هنا بي والتصريف رقم 3 ده passive مبني للمجهول، ورينيو دي كده اساسا معناها يجدد، فانا اقول كده محمد يجب ان يجدد الرخصه بتاعته، يبقى محمد ده كده السبجكت بتاع الجمله يعني الفاعل بتاع الجمله، يعني الكلام بتاعنا كده في الحالة ديت كده ده active مبني للمعلوم، يبقى أنا مش عايز رقم سي،
يبقى الإجابة بتاعتنا اللي هي رقم B يجب أن يجدد الرخصة بتاعته. رقية and lean الاتنين جمع to stay إن هما يقعدوا في الشغل. طبعا هنا في عندنا to، يبقى احنا نفس الفكرة هنستبعد A وهنستبعد B. يبقى عندنا have وعندنا has الاتنين plural جمع، يبقى أنا مش عايز has، يبقى أنا عايز have. I have space the baby. أنا طبعا إيه البيبي، نفس الفكرة have، يبقى أنا يا إما هيبقى في بعدها البيبي تصريف رقم 3، يا إما طبعا يبقى في عندك 2. يبقى هنستبعد رقم B مباشرة وهنستبعد رقم D علشان الاتنين لا في تصريف رقم 3 ولا في عندنا 2. يبقى احنا عندنا إما to feed إما to be fed. طيب to feed، feed دي معناها يطعم، انا يجب ان اطعم الولد، يبقى ده كده اكتف مبني للمعلوم. to be fed ده كده باسف مبني للمجهول، وطبعا انا ده السبجكت، يبقى الاجابه بتاعتك اللي هي اول واحده. طيب the baby الطفل has، يبقى الطفل يجب طبعا feed يطعم، يبقى الطفل الرضيع ده مش يجب ان يطعم ولكن يجب ان يطعم، يبقى مبني للمجهول. يبقى احنا هنستبعد b وهنستبعد d. ليه بقى شاطرين هنستبعد b وهنستبعد d؟ ايوه برافو عليك، علشان مستر هاز يا اما بنجيب بعديها البي بي يا اما بنجيب بعديها تو، وهنا طبعا هيبقى بي غلط ودي غلط. يبقى عندنا اما تو فيدنج وكمان تو بنجيب بعديها الانفينيتيف ده فين اي ان جي، يبقى دي غلط، يبقى الاجابه رقم سي. طبعا هنا مستر دي كده ده الكلام ده كده باسيف مبني للمجهول، يبقى الطفل الرضيع يجب ان يطعم. سؤال رقم 6 space to leave now، طبعا في question mark اهي، يبقى معنى كده ان ده مستر ده سؤال. طب تمام، خلينا نقول have you، طبعا مادام بدأنا الجملة بتاعتنا بكلمة has أو have وفي عندك ال subject، يبقى لازم هنا يبقى في ال pp التصريف رقم 3. طبعا احنا هنا عندنا مستر 2، يبقى دي أول واحدة غلط، وطبعا ده كده على طول لازم يكون present perfect مضارع تام. طيب have you got to leave now، دي صح. طب ليه مستر have you got؟ لأن احنا في عندنا كلمة، احنا لسه قايلين كده فوق إن كلمة have أو has got to الاثنين دول كده بمعنى يجب، بيساوي كلمة have أو has to، وطبعا كل الكلام ده كده بنجيب بعديه الانفينيتيف المصدر، الاثنين زي بعض بالظبط في المعنى. طب امال ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق بقى في حالة النيجاتيف النفي وفي حالة الكويشن السؤال. لما اجيب have او has فيها عندنا هنا كلمة got وgot ده البي بي، يبقى في الحالة ديت كده بنقدم have او has على السبجكت بتاع الجملة، يبقى هنا have you got to leave now، يبقى دي كده اجابة صحيحة. طيب do you have، دي برضو اجابة صحيحة. ليه يا مستر؟ علشان دي بقى بتاع القاعدة التانية، لما اقول have او has to plus infinitive، هنا لما احب اعمل عليهم سؤال، هنا have أو has دي كده مش أفعال مساعدة، دول أفعال أساسية علشان في بعديها to والinfinitive، يبقى بعتبر كده إن ده present simple. يبقى لما أحب أعمل سؤال على has أو have to، يبقى لازم أجيب من عندك do أو does والsubject والinfinitive، فالinfinitive من have أو has اللي هي have، وبالتالي يبقى الإجابة بتاعتك B and C. طيب أيمن space to do all these jobs alone، طيب نفس الفكرة، أيمن مفرد، يبقى أنا هستبعد haven't وهستبعد don't علشان أيمن بياخد hasn't وأيمن بياخد doesn't. طب عندنا مستر hasn't وعندنا doesn't have أني فيهم؟ هنكمل بقى الحتة اللي احنا قلنا دي، احنا قلنا ده وده زي بعض في المعنى، إنما الاختلاف في حالة السؤال اللي هو رقم 6 وفي حالة النفي. طيب ايه الفرق في النفي؟ لما اقول have او has got to احب انفي، يبقى لازم اقول كده hasn't او haven't got to. ليه؟ لان have و has في هنا got، ده تصريف رقم 3، يبقى دول كده كأنهم افعال مساعدة، يبقى في الحالة ده كده كنت لازم اقول hasn't got to، ما فيش عندنا got، يبقى معنى كده ان ايدي غلط. طيب هنا have او has to لما احب اجيب النيجاتيف بتاعهم النفي بتاعهم، انت يا مستر حضرتك لسه قايل ان في حاله السؤال بجيب do او does، يبقى اكيد في حاله النفي هجيب don't او doesn't، يبقى ايمن مفرد فهياخد doesn't، وطبعا don't و doesn't لازم اجيب الانفينيتيف، فالانفينيتيف اللي هو have، يبقى ايمن doesn't have to. سؤال رقم 8 ايمن انت اشرف، المره دي الاثنين جمع، فاكيد هستبعد has عشان الاثنين هياخدوا have، واكيد هستبعد doesn't، عندنا haven't وعندنا don't have، أكيد بقى مستر لو haven't كنت لازم أقول haven't got to، يبقى هنا haven't غلط علشان ما فيش got،
يبقى don't have to. وطبعا لما اقول لك بقى don't او doesn't have to يبقى ده كده معناه ليس من الضرورة او ليس من الالزام. يبقى ايمن واشرف مش لازم ان هم يعملوا الواجب لوحدهم او مش مضطرين ان هم يقوموا بالوظائف لوحدهم. من التست 4 you space to renew your driving license next month. طبعا في عندنا هنا كلمة to والانفينيتيف، يبقى انا يا مستر اكيد هستبعد must علشان must بجيب بعديها الانفينيتيف فقط. طبعا عندنا have وعندنا will have. خلينا نقول ان احنا في عندك كلمة next month الشهر القادم. في هذه الحالة ينفع استخدم كلمة have على اعتبار ان ده have بالظبط زي كلمة must. يعني عندنا كلمة must وعندك كلمة have او has to، وكمان اقول will have to. الثلاثة ينفع استخدمهم علشان اتكلم في المستقبل. اقول لك مثلا كده I must go to the airport tomorrow، I have to go to the airport tomorrow، او I will have to go to the airport tomorrow. الثلاثة كلهم صح مفيش اي مشاكل، بس انا مش هستخدم must علشان في عندنا هنا to، يبقى كده هنستخدم رقم دي اللي هي A and B، الاثنين صح. I space to stay up late last night to look after my baby sister who was ill. طيب طبعا انت في عندك هنا كلمة last night. last night معناها الليلة اللي فاتت، يبقى انا كده بتكلم فين؟ بتكلم في الباست في الماضي، وبالتالي يا مستر انا هستبعد have علشان ده present. طيب عندنا كلمة need انت يا مستر دي كده لازم اجيب بعديها الانفينيتيف فقط، ده احنا عندنا to، يبقى need انت دي غلط. طيب يبقى عندنا didn't have to او had to، الاثنين بجيب بعدهم to، في الفرق بس في المعنى. لما اقول I had to معناها انا اضطريت ان انا اقعد جنب اختي الليلة اللي فاتت علشان اعتني بيها لانها كانت عيانة. طب didn't have to معناها ما كانش في داعي ان انا اقعد جنب اختي الليلة اللي فاتت علشان اعتني بيها، يبقى انا كده استبعد رقم B، يبقى الاجابة بتاعتك رقم C. يبقى had to ده بتساوي كده it was necessary، يعني كان من الضروري. مستر عبد الرحمن space to buy a 10th generation laptop because his old one has become old fashioned. طيب احنا في عندنا هنا كده كلمة to. طيب هنستبعد had got ليه مستر؟ ما هي have او has got to. طيب الماضي بتاع have و has اللي هو had، اقول لك غلط. ليه؟ لان كلمة have او has got to ده كده في البروزنت، لما احب اتكلم في الباست بنستخدم had to. طيب ثانيا هنستبعد رقم بي ليه يا مستر؟ علشان انا هنا مش بتكلم في الباست، لما اقول لك had to معناها يعني اضطر الى فعل شيء في الماضي، واحنا هنا مفيش عندنا ماضي. ده انا بقول مستر عبد الرحمن يشتري لابتوب جيل عاشر علشان تليفونه has، طبعا ده كده present. هو تقول لي يا مستر الناس بيكون معناها اصبح، يبقى ده كده فعل ماضي. هي صح معناها بالعربي في الماضي، انما نفسها بتعبر عن مضارع علشان ده كده present perfect مضارع تام، يعني اصبح وما زال، يبقى الكلام ده كده اصبح في present مش ماضي ما انتهاش. وطبعا عندنا مستر عبد الرحمن ما ياخدش have، يبقى دي غلط علشان ده مفرد، يبقى الاجابه بتاعتك رقم C اللي هي has to. A new shirt had a space and ironed before you wear it for the first time. الشيرت الجديد القميص الجديد had، يبقى had هنجيب بعديها طبعا يا إما to plus infinitive يا إما هنجيب بعدها ال PP تصريف رقم 3. طيب خلينا نستبعد الأول، أنا هستبعد رقم C علشان ما ينفعش أقول had B، دي غلط. طب عندنا مستر هنا washed أدي تصريف رقم 3، وعندنا to wash أدي to وانفينيتيف، وعندنا to be أهي. طيب خلينا نقول إن كلمة wash دي كده طبعا معناها يغسل، يبقى أنا كده هنا هقول الشيرت القميص يعني يغسل، أكيد القميص مش هيغسل نفسه، يبقى ده كده passive مبني للمجهول، يبقى أنا مش عايز A ومش عايز رقم B، يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي رقم D بشكل مباشر. ليه؟ لان انا كده لو كنت اقول لازم اقول had been washed، هنا كده معناها اتغسل، وكمان الجزء الثاني لازم يبقى في الباست علشان ده ترتيب احداث في الماضي. طيب هنا had to wash كنت لازم اقول had to be washed علشان ده كده تصبح passive مبني للمجهول.
Your space is smoke in a public place. انت طبعا تدخن في مكان عام. اكيد طبعا انت لا يجب عليك انك تدخن في مكان عام. يبقى ده تحريم. يبقى انا هستبعد must اللي هي معناها يجب. هستبعد haven't to علشان دي غلط خالص. don't have to دي هستبعد علشان دي معناها مفيش داعي انك تدخن. طبعا غلط. ده تحريم. يبقى you mustn't. Your space, buy a new pen. You can borrow mine. انت تستلم او تشتري قلم جديد. انا اقدر اسلفك بتاعي. يبقى معنى كده you mustn't انت محرم عليك انك تشتري. طبعا ما ينفعش. don't have to معناها ما فيش داعي انك تشتري قلم جديد. وطبعا هي دي الاجابة الصحيحة. ليه؟ لان هنا بقولك انا هسلفك القلم بتاعي. يبقى معنى كده ما فيش داعي انك تشتري قلم. haven't to دي غلط خالص. اختارها لما يقولك you haven't got to. يبقى دي غلط. طب didn't have to طبعا انا didn't have to ده بتكلم في البوست وهنا ما فيش حاجة في البوست. يبقى دي غلط. I don't have any money. انا مش معايا اي فلوس. So I space to find an ATM. طبعا don't هنا في present. يا مستر عندنا have present و need present و must present. طيب في عندنا هنا دي كلمة to وطبعا to بنجيب بعدها الانفينيتيف. يبقى انا هستبعد رقم دي علشان must بنجيب بعدها الانفينيتيف فقط. have to يجب need محتاج. يبقى اكيد الاثنين صح. يبقى انا مش معايا اي فلوس وبالتالي انا يجب ان انا اجد مكانة ATM او انا محتاج ان انا اجد مكانة ATM. you needn't طبعا لسه قايلين ان needn't يا مستر دي على طول بنجيب بعدها الانفينيتيف فقط. ما دمت بتكلم في البريزنت يبقى انا هستبعد بي علشان ما ينفعش اقول تو. وهستبعد فيش حاجه اسمها needn't have تو. في حاجه اسمها needn't have والبي بي بس كده لما اتكلم في البوست. وبالتالي يبقى انا هستبعد رقم دي اللي هي بي وسي. يبقى انا هستخدم اول واحده. يبقى you needn't go انت مش محتاج طبعا you needn't go out انت مش محتاج انك تخرج في هذا الطقس السيء. انت يعني بس انت ممكن تجيب اللي انت محتاجه طبعا عن طريق انه هو يتوصل لك delivery. I knew I had enough time. طبعا knew في البوست وهاد في البوست. يبقى كل الكلام بتاعنا فين؟ في البوست يا مستر. يبقى انا استبعد رقم سي علشان needn't والانفينيتيف ده كده present مضارع. انما الكلام بتاعنا كده في البوست. طيب وبعدين يا مستر استبعد ايه تاني؟ استبعد رقم بي علشان needn't ما ينفعش اجيب بعديها to والانفينيتيف. طب يبقى عندنا needn't have والبي بي او didn't have to والانفينيتيف الاثنين ماضي يا مستر. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق كالتالي ان انا لما اقول didn't have to اقول لك كده لم يكن ضروري ان تفعل شيء. يعني ما كانش في داعي انك تعمل حاجة وبالتالي لم تحدث. يبقى ما كانش في داعي انك تعمل حاجة وبالتالي الحاجة بتاعتك مالها ما حصلتش. طيب انما needn't have والبي بي دي كده معناها لم يكن ضروري ان تفعل شيء. ما كانش ضروري انك تعمل حاجة ولكن فعلت. يبقى انت عملت حاجة. يبقى انت عملت حاجة ما كانش في داعي انك تعملها. انما didn't have to انت ما عملتش حاجة علشان ما كانش في داعي انها تحصل. طب هنا انا كنت عارف ان انا عندي وقت كافي وبالتالي انا يبقى اكيد انا ما اضطرتش ان انا اسرع. يبقى الاجابة رقم دي. يبقى معنى كده ان انا اساسا ما اسرعتش. ليه؟ عشان انا كان عارف ان انا قدامي وقت كافي.